طيب يا جماعة، صلة الأرحام، صلة الأرحام أمر عظيم. ربنا سبحانه وتعالى قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وكذلك الإنسان حيسأل عن أرحامه إذا قطعهم وما مشى لهم وما واصلهم، إذا هجرهم من غير ما سبب شرعي، فإن الله سبحانه وتعالى يسأل. بل الإنسان اللي بيقطع رحمه ما بيدخل الجنة أصلا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع. ومعنى قاطع يعني قاطع رحم. زول القاطع رحامه، النبي عليه الصلاة والسلام قال ده ما بيدخل الجنة. ودي براءة كفاية في التخويف من قطيعة الأرحام. لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. الزول اللي بيقطع رحمه، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يدخل الجنة. تاني يبقى ما في كلام تاني يا جماعة. لكن الناس عموما يعني عندهم شبهات بيشبهها عليهم ويلبس عليهم إبليس. يقول لك فلان داك ما جاني في عرس ولدي، عشان كده أنا ما همشي له. حتى لو كان ود عم وعديل رحم، يعني في فهم الناس إنه ما تصل إلا الزول اللي وصلك. ودي عند النساوين بيزداد كمان أكثر. فلان تلقاهم حافظات، فلانة دي جاتني فيه كذا وديك ما جاتني، وأنا ما همشي لها لأنه ما جات. دي ما صلة رحم. صلة الرحم أن تصل من قطعك. زول قطعك ده هو اتصل ذاته أكثر. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. الواصل اللي رحمه بجد ما زول بكافي إلا يجو حتى نمشي. شفت كيف؟ إلا يجو حتى نمشي. ما إلا يجو حتى نمشي يمشي له. إنما إذا قطعوا وما جوا له برضو يمشي. النبي عليه الصلاة والسلام قال ده الواصل الحقيقي لأرحام. شفتوا كيف؟ ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال لي قرابة أصلهم ويقطعوني. قال عندي ناس قرايبي أرحامي بمشي لهم وأوجوني، وأتحبب إليهم ويتبغضون إلي، وأنا أمشي وأقول لهم الكلام الطيب هم يقولوا لي كلام كعب، يتبغضون إلي، أفأصلهم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال لك من الله عليهم ظهير. يعني طالما أنت كده ربنا سبحانه وتعالى حيعينك، طالما هم ما بيجوك أنت بتمشي لهم، وهم بيكرهوك ودارين يكرهوك المشي، وبرضه شنو؟ برضه تمشي. فدي صلة الرحم يا جماعة كده. نعم. وفي وصل الأرحام في بعض الناس بيغلطوا، بالذات في القرى اللي بيكون الناس كلها أهل في الغالب إلا من رحم الله. يعني في ناس الواحد ما بيستأذن الباب، بيجي غاشي توش إلا يثبته بوليس حركة طوالي ماشي جوا ليه تقول بتاع النساوي. هذا حرام، أعلموا إنه الفعل ده حرام، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. فاتح الباب ولا قافل؟ دق دق كو 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 كو، دي واحد كلها واحد، ثاني كو 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 اثنين، ثاني مرة ثالثة خش خش، ما جاك زول فوت طوالي، خلي زول يفتح الباب وتوشي خش جوا. ليه محل النساوين؟ لما تصل لك بنات عمي، يعني شنو بنات عمك؟
ما بيحل لك تزوجهم، يبقى ما يجوز تكشف عوراتهم لأنه بيحل لك تزوجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، إياكم. أوعى قال والدخول على النساوين. قال الرجل: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. الحمو ده قارب الزوج، أخوانه ولاد عمامه وكذا، يجوا خاشين على زوجة الرجل ده طوالي بحجة إنه يقول لك ده ما أخوان راجلة، أخوان راجلة ده قال لك خير من ده الموت ذات. الرسول قال كده، عشان ما بزول يقول لي والله يا مولانا كترتوها وبالغتوا، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام كلام من عند الله. ربنا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في نوع ثالث من الناس، الواحد اللي لقى الباب قافل إما عاين بالقدة بتاعت الباب، صحيح؟ أو لقى الحيطة قصيرة بيشيب فوق الحيطة، يا مرة هي افتح الباب، يعاين لي أول حاجة بعدها أقول لها افتح الباب. الرسول عليه الصلاة والسلام، اسمعوا القصة دي كويس، في البخاري، كان يسرح لحيته، النبي صلى الله عليه وسلم كان لحيته ضخمة، فكان يسرح اللحية بتاعته، وفي باب النبي عليه الصلاة والسلام في ثقب في قدة صغيرة كده، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد وضع عينه في ثقب الباب، بعين في القدة بتاعت الباب. النبي صلى الله عليه وسلم شاف عين الزول وديك ورا القدة، فأخذ الشيء حاجة كده زي الإبرة طويلة كان بفك بها الشعر بتاع اللحية يسرح به، حاجة طويلة زي الملقاط ده، فأخذه وصار يطارده من وراء الباب، دارك قد لعينه يمشي بجاي، النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الإبرة بجاي، دارك قد لعينه عديد ذاك يزح بجاي، ثاني دخل اللي بجاي. قال: لو علمت أنك تنظر لفقأت بها عينك. أنا من قبل لو عارفك بالعين بالقدة، قال له كان قدت لك عينك يا رجل. فالناس انتبهوا يا جماعة، لأنه البيوت عورات، ما منعنا الزيارات، بالعكس قلنا تصل أرحامك، قلنا ولا ما قلنا؟ وتصل جيرانك، لأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر من لا يأمن جاره بوائقه شروره يعني، لكن تصل بالطريقة الشرعية، بالطريقة الشرعية. نعم، تعني بسؤال أبو الحسن ولا كفاية؟ تفضلوا. طيب، كثير من الناس عندهم إشكال من المسلمين يعني في مسألة الإمساك والفطر، يعني أنت لما تصبي تطبق السنة في مسألة الإمساك كأنه ما يعني بيحسوا انك انت متساهل في المسألة دي، فكيف ارد هذه الشبهة؟ من السنة يا جماعة تأخير السحور، تأخره او السحور تأخره، والصحابة كانوا يأخروا لحد دي يعني الأذان الثاني ده قبلي، اول ما الأذان الثاني أذن وقف، ده احوط يعني، اذا كان زول ما بيعرف الفجر الكاذب من الصادق والعلامات فتقيف مع الاذان الثاني، ده احوط لك تقيف. اما اللي بيطلعوها امساكيه، يقول لك امساكيه شهر رمضان لعام 1439 هجريه، يقول لك تمسك قبل اذان الاذان الثاني بنص ساعه، ده سفه، وده ما عنده علاقه بالدين اصلا، يقول لك تحوطا، لا دي بدعه. ليه؟ لأنه من السنة إنك تأخر السحور، السحور ده تأخره، تأكل قريب الأذان الثاني وتقيف معاه، كل ما أخرته لكن بشرط إنه شنو؟ الفجر ما يطلع، فدي أنت كده أصبت السنة. والعكس إنك تعجل الفطور، أنت صايم تفطر شنو؟ أول ما الشمس غابت تفطر، ما تنتظر ثاني تقول يا أخي قد إيه؟ نتبين أكثر، الشمس غابت ما شفتها خلاص أفطر. إذا ما في غيم وشمس خلاص نزلت وما شافت تاكل طوالي، والأذان المفروض يأذن في ذلك الوقت. لكن برضو على الدعاة زي ما قال علي بن أبي طالب،
الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. زي ما قال علي بن ابي طالب: حدثوا الناس بما يعرفون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ فالانسان لو سنه غريبه على الناس وهي ما واجبه، شيء مستحب، وناس عوام وكذا، ما يعمل لهم طوالي، غادي يكفروا ذاته الا يعلمهم اول شيء، يبين لهم انه دي سنه ويعرفوا انه دي سنه وده دين. بعد ذاك التطبيق بتاع بيقول شنو يا جماعه؟ سهل. لكن لو جيت طالب توش عملت لهم حاجه غريبه ذاته، شافوها كده حاجه مشاتره، فدي دي مشكله. مشكله زي مثلا الصلاه بالنعال. النبي عليه الصلاه والسلام قال: خالفوا اليهود صلوا في نعالكم، فان اليهود لا يصلون في نعالهم. في واحد من الشباب سمع الحديث ده وهو كان مستقيم جديد، ما يشتري له سفنجة ابو حمامه، وجا خش الجامع تو، خش الجماعه في الجامع توش بسفنجاته، مسكوه جلدوه جلده نظيفه. ليه؟ لانه ده ما عنده فقه اصلا، ما عنده فقه انه حتى الامور المستحبه احيانا الانسان قد يتركها اذا كان الناس بيحصل لهم فتنه ويكذب الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نصيحه للناس عامه يعني في الانشغال بغير العبادات في رمضان، يعني مثلا زي لعبه الليدو وستيرا. نعم نعم، الانشغال بغير العبادات في رمضان، بعضهم بالمعاصي بعضهم بالتوسع بالمباح، ده كله أمر غير طيب وغير محمود، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ففي رمضان اجعل وقتك كله قرآن واستغفار وذكر لله عز وجل وتسبيح. والذنوب اللي عندنا يا جماعه نحن ما شويه، فده شهر المغفره. ما تضيع زمنك بالليدو اللي بيلعبوا في الجالكسي ده، او الليدو البرة او الضمنة او غيره او غيره. خلي وقتك كله تسبيح واستغفار. ربنا سبحانه وتعالى قال: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ايوه يا شيخ. خالف اليهود والنصارى، اعفوا اللحى وجز الشوارب. الحكم العلماء قالوا بالشرع على الغالب. الحكم على شنو؟ على الغالب. الغالب في اليهود والنصارى اللي هم الخواجات ديل، اليهود والنصارى منهم، انه بيحلقوا اللحيه ولا بيربوا اللحيه؟ الغالب بيحلقوها وبيخلوا شنب. فهنا المخالفه، انك تخلي اللحيه تعكسهم، بيحلقوها وبيخلوا شنب. انت تخلي اللحيه ما تهبيشها ولا تنتف منها صوفه ولا تخففها، بعضهم يقول لك هزيبها، انت يا دوب خربتها لانه خالفت السنه. وتخفف الشنب، النبي عليه الصلاه والسلام قال: قال وفروا اللحى. وفروا دي ألا لو زول بيوفر له بيقولوه إذا يعرس، معناته قاعد يشيل منها ولا قاعد يوفرها؟ يزيدها، بيزيدها مش كده؟ بقول لك فلان ده قاعد يوفر في ماله، صح ولا ما صح؟ دار يزرع، دار يعرس، دار يشتري عربية، دار يشتري بيت، دار يشتري واطا، بيوفر يعني بيزيدها، صحيح ولا ما صحيح؟ فقال وفروا اللحى، كيف تنقصها وتحلقها كلها؟ يبقى أنت ما وفرت أصلا وخالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وفروا اللحى. نعم. وجز الشوارب، الشنب ده يتقصى، في خلاف انه يتقصى من وين، لكن رجح الالباني ما كان يفعله عمر بن الخطاب وكذا الامام مالك، انه تقص ما نزل من الشنب، ما نزل على الشفه العليا، شلوه الفوق دي، الشنب اللي بينزل فيها شعر اللي بينزل فيها من الشنب ده تقصه قص لفوق لحد ما الشلوفه الفوق دي تكون بارزه، كل ما برزت وقصيته تمام من فوق الشلوفه فهو شنو؟ فهو السنه، لانه قال انهكوا وقال جزوا الشوارب، فده الانهاك المقصود. اما زول يربي شنب وما يشيل منه ولا حاجه يسموها بشنب، ده منهي عنه. في صحيح مسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال: ليس منا
من لم يأخذ من شاربه شيئا، ليس منا من لم يأخذ من شاربه شيئا. فالبقصوا الشنب ما اللحية، اللحية دي زينة الرجال وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وواجبة، وحلقة أو تخفيفة حرام. أما الشنب تخفف وكيف؟ تشيل ما نزل على شنو؟ الشفة العليا، تشيل كده لفوق، تشيل كده زي ما كان يفعل عمر بن الخطاب. أما البجنبة هنا الشنب بجنبة ممكن تخليه، ممكن تخليه ما في حرج، حتى لو طويل كده ما في مشكلة، لكن ما نزل على الشلوب الفوق تشيله. فهمتوا قصدي يا جماعة؟ الشنب بجنبة طاير بجنبة ده ما في مشكلة، لو زور رباه بقى متر ما في أي مشكلة، لأنه عمر بن الخطاب كان شنو؟ كان شاربه ملفوف بالجنب اليمنى وبالجنب اليسرى، ملفوف كده عديل كده، وبيقصقص ما نزل على الشفة العليا كان بيقصقصه، لكن بالجنبات هنا طويل وفوق هنا موجود، فوق موجود لكن يظهر الشفة العليا. فكان رضي الله عنه إذا غضب نفخ، نفخ الشنب كان يجيف كده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فدي ما فيها مشكلة نعم. أغاني وأغاني في رمضان ولا شعبان ولا الرجب ولا أي يوم من السنة حرام، حرام. أولاد وبنات قاعدين وبنات متبرجات وأغاني محرمة واختلاط بين الرجال والنساء، ده كل واحد براه وحرام. كيف إذا اجتمعت كلها؟ كيف إذا كان في شهر رمضان؟ كيف إذا كان في شهر رمضان؟ وشوف الشيطان يخدع الناس كيف، يقول لك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك المسلسل ما عارف شنو كده اليومي، ويجيبوا لك مع الإفطار تمين الصباح تجمع في الحسنات، يجي يبوظوا لك قريب النهاية خلاص. ده كلام عجيب. بمناسبة حلول شهر رمضان الحفل الخير الكبير، في حفل خير؟ هو حفلة وخير كيف يعني؟ ما ده ما بيتلمى، حفلة وخير أصله ما بيتلمى، زي زول الكبة جمع البنزين والنار وقال ما يختلطن ما يتحرقن، لا يمكن لا يمكن. والغناء حرام، لو الراجل سايب يغني خليه بنات وأولاد واختلاط ده كمان براو، راجل براو واقف بجعر حرام، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ولهو الحديث اللي هو الغناء زي ما قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، وكفى بهما تفسيرا. ابن مسعود وابن عباس قال لك الآية دي بتتكلم عن الغنى، تاني يجي شيخ في التلفزيون يقول الغنى حلال، انت أعلم من عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن؟ عشان عندك عمة ومدينك دال دكتوراه، يمكن دلوكة يمكن دال دجاجة، مدينه دال دار يعمل فيها أعلم من الله عز وجل، وأعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم من الصحابة رضي الله عنه. ربنا قال قل أأنتم أعلم أم الله، ربنا قال حرام. أولئك لهم عذاب مهين أصحاب الهوى والحديث. قلوا يا مولانا العلماء اختلفوا، لا ما اختلفوا، الأئمة الأربعة اتفقوا على حرمة الغناء والموسيقى. قول اختلفوا، قول اختلفوا. ناس الغنى ذاتهم بقول لك أبعد عن الشر وشنو؟ وغني لهم ذاتهم. خلاص يبقى القاعدة بتاعتكم. أو النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وشنو؟ وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ده إذا كان غنى ساي حرام من الكبائر. كيف إذا كان غنى فيه شرك؟ بيسموه مديح، بيسموه مديح. في كل بلد كم حل عقد، كم أدى ولد، بدي الجنيات عنده مخزن بتاع أولاد يعني، بدي الأولاد يوزع، المرأة ما عندها جنة قال يديها، الولد بوقيتين ذهب والبيت بوقية ذهب، كذاب يا أخي. البيت جنى الله، كان ولد ولا بيت؟ والخلق الشيخ ده ذاته الله عز وجل، ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء
يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. نعم. شنو؟ في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث ده لما مر بالسوق ولقى واحد خدت له قمح أو شعير مكوم وبيبيعه. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل يده جوه بطن القمح وطلع يده مبلولة اتبلت. فالرجل كان خدت القمح المبلول تحت عشان الناس ما دايرينه، وسمع الناشف خدت فوق. هسه الآن بيحصل، أول امبارح قبل رمضان بيوم كده اشتريت لي تمر من السوق، واحد خاتي بفوق في القف فوق تمر مكوم وكوم سمح خلاص يلمع سمح قنديلة، وأنا مستعجل بالتلفون وكده ادينا ادينا، فعبالي بالكيس ديته قروش ومشيت. بعد ما مشيت قدام فتحت الكيس لقيته كله كعب. أتاري كان خاتي الفوق ده شنو؟ طاقية بس، وجوه ده هو البلع حقه ذاته الأصلي كعب. فتدي مشكلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رجل ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هلا جعلته في أعلى حتى يراه الناس؟ الكعب ده خدته فوق، الدائر رآه وشافه كعب ودائره حلال تبيع له، لكن تغشه دي المشكلة. قال له: من غش فليس منا. سوق الخضار برضو بعض الناس أو كثير من الناس بيسووا العملية دي، تلقى مكوم الطماطم أو البطاطس أو أي خضار بيخط في الفوق على جهتك انت بيغادي السمح، وجهته هنا محل الميزان. انت لاحظ الحكايه دي، محل الميزان اللي بيعبي منه بيوزن لك في الميزان الجحر جنبه ده، ده الدقاق. انت بتعاين الكبار اللي بيغادي تقول ادينا من دي، هو بيجر من الجنب وبيخط في الميزان، بيجر بيخط بيجر بيخط. لو اكتشفته بيقوم بيشيل واحد او اثنين من الكبار بيخطها لك مع ال 12 الكعبات. ده غش يا ناس، حرام ما بيجوز. وما يجوز اجيب شوال حق حاجه معينه، بلح بصل غيره تعزله تخط الكبار فوق تلمعه والكعب تخطه تحت، ما بجوز. خط الكعب ده فوق، انت اصله دار الحلال، ووضح قول ده كعب وده سمح. الكعب ب 12 والسمح ب 20. ماله في ناس بيشتروا رخيص، في ناس الواحد ما عنده قروش دار الاقل حتى لو اردى هو بيتصرف معاه لانه قروشه بسيطه، لكن توري انه الشغله دي فيها عيب. اذا وريته انه الموبايل ده فيه عيب، اي العربيه دي فيها عيب، البتاع دي فيها عيب، وبعد ده اشتراها، ربنا بارك لك وبارك له. اذا كتمت ان ربحت مليار، شفت مليار ربحت ربح صافي ببيعه واحده، تمحق البركه والله بيعذبك في الكلام ده. وبركه ما عندها المليار ذاته، بركه ما في. شابع صغير يمرض لك والله يعدمك الملينة. نعم. شيخ، يعني بالنسبة لاستغلال الناس في بعض الناس اللي بيقدر يشتغل عندهم البنزين ويقوم بعلاقات معينة يشتروا البنزين ويبيعوا للمساكين يعني اللي يسمى السوق الأسود. يعني قالوا لي إذا اشتراه ب 30 جنيه أو ب 34 يقوموا يبيعوا ب 100 150 150 ده كان زمان يا غالي 300 300 هل يجوز الشهر دي؟ طيب بالنسبة لبيع البنزين والجاز الآن، وزول يشتري به 30 جالون مثلا يعني يبيعه ب 300 مثلا، فده ما بجوز، لا يجوز، حرام. ليه سببين؟ السبب الأول لأنه مخالفة لكلام الله سبحانه وتعالى. ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم الحكام. بعد ذاك عادل ظالم، ده ما الموضوع. موضوع انه ربنا قال لك طيعوا، لو ظالم ذاته طيعوا، عشان النقاش ما يبقى في الحته دي. ربنا قال طيعوا، ما غدا النظر ظالم مش مسلم طيعوا، لانه قال واولي الامر منكم. قال ما يبيعوا البنزين، ما يبيعوا الكذا، يبقى حرام تبيعوا. لازم تعرف المعلومه دي. الحاكم ده انت بتخالفه في حاله واحده، يعني ما بتطيعوا في حالة واحدة. إذا أمرك بمعصية، قال على الشعب إنهم يشربوا خمرة، هنا بنقول له شنو؟
لا 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 ما بنطيعك، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. لكن قال ما تبيع بنزين، ما تعمل سوق أسود فيه، ما تغلي على الناس، وعمل شرطة وأمن يقبضوا الناس اللي شايلين يبيعوا ديل وكذا، يبقى حرام ما بجوز، لأنه مخالفة للآية الكريمة لقول الله جل وعلا. السبب الثاني لأنه فيه إرهاق للمسلمين وضرر لهم. ما ممكن تشتري ب30 تبيع ب300 في حالة بتعضيك كمان، والناس محتاجين للشدة للوغود ده في هذه الحالة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. والشيخ العثيمين بيّن إنه إذا كان التاجر سلعة مبالغة سعيرة من سعير الأصل الموجود، قال ده فيه إرهاق للمسلمين وضنك وتعب للمسلمين. نعم ده كله ما يجوز. أي نعم، ما خلاص ما بجوز، ما لا يجوز. نطلع من موضوع البنزين ده. نعم والله تمسك مع الأذان الانت، هو قال بالنسبة للسحور والأذانات عندنا في السودان يعني مرات كل واحد بيأذن براه، الأذان الثاني ذاته بعد بيأذن نفسه بعد بيأذن بعض ربع ساعة كده يعني. فهنا بيقولوا إنك يعني تتحرى أكثرهم اتباعا للدليل وللسنة. مثلا أنت عارف المسجد الغربي بيتك ده ده ناس ما شغالين بسنة ذاته مثلا، يعني إنهم جنهم بدع وفكية وقبب وغيره، والمسجد الشرقي بيتك الثاني ده دي الناس بيلتزموا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فذيل في الغالب يكونوا على الصواب أكثر من غيرهم يعني، وهم ما معصومين لكن أقرب إلى الصواب من غيرهم. فإذا أنت ما بتعرف علامات الفجر الصادق والكاذب وكذا، أمسك بي الذين تعلم أنهم على المنهج الصحيح وعلى السنة الصحيحة. نعم إذا الأذان الثاني عرفته ما تقيف ما تأكل. نعم ما لما مما يقول الله أكبر تقيف. نعم من بداية الأذان يعني، مش لما يقول الصلاة خير من النوم، أي من بداية الأذان الله أكبر يوقف. صائم يلبس تميمة حجاب يعني في ضراعه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك. الحجاب اللي بيلبسون هذا كان حجاب ورقة مجلدة بجلد أو كمون مربوط في جلد، أو الآن بيعملوها في حديدة ألمونيوم كده، الشباب يعملوها حاجة صغيرة، ده كله شرك بالله ويبطل مش الصيام بس، يبطل الدين ذاته كله، بينسفه لك إسلامك كله ينتهي. إنسان يلبس ويعتقد أنه بيجيب رزق أو من العين أو بكف العارض أو السحر أو العين أو غيره، ده شرك وده مشرك، ما عنده صيام ولا صلاة ولا حج ولا زكاة ولا غيره، لأن ربنا قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الحجاب اللي هي تمائم من علق تميمة فقد أشرك. والله ابن عمرو ما كان بفعله، ما حصل، الحديث ضعيف ما حصل. أيوة حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد، أمرنا يعني أمر الدين ما أمر الدنيا. الدنيا أصنع مروحة، ركب في بيتك مكيف، أركب باخرة، أركب طيارة، هل دي كانت موجودة في زمن الرسول؟ طيارة والمروحة والمكيف ما كان موجود. هل نقول حرام؟ لا ما حرام. ليه؟ لأن الحديث بيتكلم أمر من عمل عملا ليس عليه أمرنا، يعني أمر الدين، يعني اللي بيجيب له حاجة جديدة في الدين دي المردودة عليه والباطلة والمحرمة. تجيب حاجة في الدين في الإسلام جديدة، وربنا أكمل الإسلام، اليوم أكملت لكم دينكم، فزول جاب حاجة جديدة في الدين دي مردودة بنرجع عليه وما بنطبقها لأنه الدين اكتمل اكتمل. أما الدنيا طالما شيء ما بيعارض الدين ما في مشكلة، طيارة غيره ما فيها مشكلة.
من سن في الإسلام سنة حسنة، من سن في الإسلام شنو؟ سنة، سنة ما قال بدعة. فبعض الناس الواحد بيجيب بدعة في شنو، يقول لك من سن في الإسلام سنة. الرسول قال من سن في الإسلام بدعة ولا قال سنة؟ سنة يعني سنة كانت موجودة أي يحييها، سنة كانت موجودة يحييها. أما ومن سن في الإسلام سنة سيئة، ده بيرجع للمعنى اللغوي للسنة اللي هي الطريقة. ليه؟ لأنه لا يمكن سنة للرسول صلى الله عليه وسلم من سننه تكون سيئة. ففي قوله سنة سيئة علمنا إنه المعنى هنا لغوي طريقة وليس سنة الرسول، طريقة سيئة. فعليه وزر ووزر من عمل بها. فالمقصود ومن سن في الإسلام سنة سيئة يعني أصلا كلمة سنة في اللغة يعني الطريقة. فزول جاب طريقة سيئة ما كانت من الدين، لأنها سيئة لا يمكن تكون من الدين صحيح وهي سيئة، فده عليه وزر ووزر من عمل بها. ده معنى الحديث كده، لأنه حديث ذاته عنده قصة. أعرف في النبي عليه الصلاة والسلام قال جيبوا صدقة، في رجل مشى وجاب حاجة كبيرة ما قادر يشيلها بيدينه، خدتها قدام النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة شافوه كل واحد برضه مشى جاب اللي عنده، ده بداها أول شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر أجر من عمل بها. وهل الصدقة كانت موجودة لما موجودة قبل ما الرجل ده يجيبها؟ موجودة في الإسلام، يبقى ما جاب حاجة بر الدين، ما جاب بدعة. نعم يا شيخ. عندنا في القرى الحمد لله هذا سمحة شديد، هي انه الناس بيطلعوا لما الافطار يقرب بيطلعوا برا، يعني اي زول عنده ديوان قدام بيته بيطلع بيه، هل عندهم دكان، هل عندهم شارع عام، وده عمل طيب. لكن اشكال انه احيانا يكون المسجد قريب منه وما يجوا يصلوا في المسجد، فنصيحة للمسلمين في المسجد. طيب النصيحة يا جماعة، طبعا إطعام العابري السبيل والمسلمين والمساكين وكذا ده أمر دلت إليه الشريعة وأمر مستحب في الشرع، وصلاة الجماعة في المسجد واجبة للرجال. فلا يمكن أنا عشان أعمل أطلع الشارع وأكل أقوم أصلي قبلي والجامع جنبيه ده قريبه ده شايفه، ما ممكن عشان اعمل حاجه سنه مستحبه اخلي شنو الواجب. انت داير اجر ولا حاجه ثانيه؟ الاجر الكثير في الواجب. ربنا سبحانه وتعالى قال وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه، يعني الواجب، الواجب احب الى الله. واذا فرطت في الواجب تاثم ربنا بيسالك. اما المستحب اذا عملت عندك خير، اذا ما عملت الله ما بيسالك. لكن الجمع بين المصالح طيب، يعني ما بنقول الناس ما تطلعوا صوانكم برا وما تاكلوا الضيوف وعابري السبيل والمسافرين، لا ما بنقول كده. طلع صينتك اكل، اول ما الصلاه خلاص جت وانت اكلت شبعت، شرط انها خلاص شبعت من الاكل، تعال الجامع صلي، ده الموضوع بس. طالما الجامع قريب واصلا انت قبيل قبل رمضان بتصلي في الجامع المغرب وباقي الصلوات، خلاص اصير بيمنع شنو؟ طالما اكلت تب وانتهيت من الاكل وما محتاج له تعال الجامع. لكن كونه تاكل وتقوم تصلي قبلك والجامع قريب ومجموعه بجاي مجموعه بجاي مجموعه بجاي، تجي صلاه المغرب في رمضان في كل المساجد حقتنا في البلد دي الا من رحم، تلقى في نفرين المؤذن ومعه واحد، مرات تلقى المؤذن براه، تلقى لما مقفل الشبابيك ويصلي براه. فده ما بيجوز يا جماعه الكلام، لا يجوز، ما يجوز. نعم ايوه، البصاق على القبلة ما بيجوز، انسان يبصق على شباك المسجد الامامي او على القبلة ما بيجوز. نعم ايوه، ما تحضر ما تحضر، ده برنامج بتاع ناس دعاة الثورات، هم ديل ذاتهم ودعاة الفتن في العالم الإسلامي، هم السبب في القتل الحاصل كله بين المسلمين ده.
في البلدان الإسلامية ما يسمى بالربيع العبري، خلاص؟ فما يجوز تحضر لهم، ديل ناس مجرمين ودعاة فتنة ودعاة قتل وسفك للدماء. صح يتكلموا لك بالآيات والحديث، لكن في النهاية ما أي إنسان بيتكلم بالآيات والحديث زول كويس، نحن بنعرفهم كويس. فهذا البرنامج أصحابه أصحاب فتن بين المسلمين، ما تحضر لهم، وأصحاب ضلال والشر. نعم، وهم اللي بيدعوا لي الخروج على الحكام وقتل المسلمين وهذه الأشياء. ايوه الفيديو يجوز اخراج. انا اخذ الليلة مثلا، انا اعرف انه انا الشهر ده معاذ الله انه عندي مثلا مرض مزمن معاي، فدار اقوم اطلع الفيديو دي شنو قروش، هل بيجوز؟ المرض نوعين، مرض يرجى زواله، يعني ممكن الانسان يشفى منه، زي الملاريا، التهابات، دي ما امراض بتجي وبتفوت، صحيح؟ ده اللي بيفطر بسببها يصوم في عدة من أيام أخر بعد رمضان، لكن يكون قبل رمضان الجاي ذاك. أما المرض الذي لا يرجى زواله في الغالب، يعني زي السرطان، زي السكري، فشل الكلوي، إلا إن شاء الله شيئا، لكن في الغالب ما بيرجى زواله يعني. فده بيفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين طعام، ما قروش دي هنا ما بتجوز فيها قروش. ربنا قال ففدية طعامه مسكين، طعامه الله قال طعام، وانت مخير في الطعام انك تدي كل مسكين مد من يدينك الاثنين مع بعض من القمح او العيش او الدقيق لكل مسكين عن كل يوم. ما يجوز تدي مسكين واحد حق 30 يوم، ما بيجوز، لازم يكونوا مساكين بعدد ايام رمضان 30 او 29. تدي كل مسكين قدر مد، دي بتريحك قدر مالية ليدة الاثنين مع بعض، لأن الوزن فيه اختلاف يعني، لكن ده دي بتظبط لك الشغلان. أيوه بس قدر مالية ادينك الاثنين، أنا ما عارف أنت عبروها كيف. طيب أو أكل عديل، أكل مصنوع مطبوخ يعني، ملاح بعصيدة، ملاح بعيش بغيره، يأكل وجبة المسكين ده كده يوم واحد، ثاني واحد يومين، وممكن تلم 30 مسكين في صفرة واحدة ياكلوا كلهم، موضوعك انتهى. وما شرط تنادي الزول تقول له تعالي انت مسكين صح؟ وانا عندي فدية بتاعت رمضان وتعالوا كل هنا، لا ما كده، انت عارف مسكين صح؟ تعال يا فلان والله انا عازمك يا اخي، عازمك الليلة تعالى عشا معانا، وكله موضوع انتهى كده يعني. ففي ناس بيحرجوا الزول، عشان كده بعض الناس يقول لك ما في مساكين، منو قال لك؟ هو قال ما في مساكين ده تلقاه مسكين ذات. نعم. زكاة الفطر العلماء اختلفوا فيها، الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة قالوا ما تجوز قروش إلا عينا يعني حبوب أو دقيق أو كذا. أما الأحناف قالوا تجوز قروش، والأولى والأحوط العمل بقول الجمهور، أن الإنسان يطلع عينا ما يطلع نقدا خروجا من الخلاف، لأنه العينية الدقيق والحبوب وغيره ما اختلفوا فيها، كلهم قالوا دي بتمشي، دي صحيحة 100%. القروش واحدين قالوا ما الله ما يقبلها، واحدين قالوا بيقبلها، يبقى فيها الشكك يا ترى القروش ديك ما فيها شنو؟ شكك. ده الموضوع كده، لأنه في ناس بيعملوا جوطة في الموضوع ده وتلقاهم مشاكلين في المسجد، والإمام قال ما يجوز قروش، ونحن قلنا يجوز قروش وجوطة وكراك، ما في داعي للكلام ده، داك ما فيه خلاف، ما فيه شك، وده فيه شك، بس ده الموضوع. بعدين على كيفك، نحن ما جبرناك ولا شلنا صوت لزور، قلنا إلا يسوي كذا، صح ولا ما صح؟ قلنا ليك ذا اللي بيمشي لربنا طوالي مقبول، داك معظم العلماء قالوا ما مقبول، خلاص؟ بعدين تشوف الدائرة شنو؟ نعم. إن كان بستطيع ما طلعت عليه كفاره ولا ما طلعت؟ اللي بيستطيع زكاة الفطر وزمنه فات ما طلعها كان مذكر يأثم، وثاني ما بعوضه يطلعها ثاني لأنه عنده وقت محدد. نعم. كان على سفر. عنده وقت محدد، إذا سفر يتصل بأهله يقول لهم طلعوا لي كده، يوكل.
معي. بعض العلماء قالوا إذا كان في صحراء وما عنده زول يتصل به ووكله، قالوا ده ممكن إذا رجع حتى لو بعد وكده ممكن يطلعها، لأنه ده عنده ضرورة يعني. لكن الإنسان المتعمد فوته هو مستطيع ده ارتكب ذنب وفرط في واجب، لأنه الصحابة قالوا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والزبيب والأقط إلى آخره. صوم الحامل والمرضي، المرضي والحامل إذا ما قدر أن يصوما، وقالوا إنه ربنا وضع عنهم الصيام أصلا، فإذا أفطرا بعضهم قالوا يصوموا زي المريض في عدة من أيام أخرى، وبعض الفقهاء قالوا يطعم عن كل يوم مسكين، ودي فتوى عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة، إنه الحامل والمرضع إذا أفطروا ما عليهم صيام أصلا إذا أفطروا، يعني ما بيعوضنا الأيام، إنما يطعم طعام كان كل يوم مسكين بالكيفية ذكرناها قبل. وهي فتوى الشيخ الألباني رحمه الله، وفتوى حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه. نعم. أي ما إذا تستطيع تطعم، تطعم المسكين ذاته مرات يستطيع يطعم، أما إذا ما عنده ولا أكل ذاته خلاص لحد ما تلقى، وإن ما لقت لحد ما ماتت الله عفى عنها. نعم. قال في شيخ تجوز الدعاء الجماعي بعد الصلاة وبالميكروفون، ما بجوز لا بميكروفون ولا بدون ميكروفون. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل ذلك، ما فعل ذلك، إنه سلم من الصلاة ودعا جماعي والصحابة قالوا آمين 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 أو قالوا الفاتحة أو قالوا كده، فدي بدع كلها ما تجوز في الشرع وإن انتشرت بين المسلمين فهي بدع. أيوة. الإنسان اللي بيقول الله في كل مكان فقد حدد لله مكان، بل حدد لله جميع الأمكنة إنه ربنا فيها جواها، صحيح؟ هو براوي يقول لك الله في كل مكان، يبقى حدد مكان، حدد جميع الأمكنة، الله في المسجد، الله في البيت، الله في الحمام، في أي حتة. فهي سبحان الله فروا من، قالوا ده النفير من التشبيه، فواقعوا في أمور عظيمة جدا، واقعوا في أي باطل، تشبيه وتعطيل وتمثيل وتكييف كله. فنحن بنقول كما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع، وكما قال تعالى أأمنتم من في السماء، الله في السماء، لكن ديل بيقولوا ما بالسماء لكن في أي مكان تاني، صحيح ولا صحيح؟ ده كلام باطل، كلام من أبطل الباطل، وتركوا الآيات، كفروا بالآيات. الله قال أمنتم من في السماء، أنت ليه تكفر بالآية دي؟ ليه؟ ربنا قال أمنتم من في السماء، في ما معناته جوه السماء، في يعني على السماء، فوق السماء مش جواها، لأنه في تأتي بمعنى على وبمعنى فوق. ربنا قال لأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى فسيحوا في الأرض، ما معنى تجوى الأرض إنما على ظهر الأرض، فالله عز وجل في السماء يعني فوق السماء. نعم. أيوة. الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، اللين في موضعه والشدة في موضعه، ولو ما كان في لين في الشريعة ربنا ما كان قال فقولا له قولا لينا، وإذا ما كان في شدة وغلظة في الشريعة ربنا ما كان قال واغلظ عليه، صحيح ولا ما صحيح؟ فيبقى الاثنين فيه، لكن ده في محله وده في محله، أزول ما يلخبط الكيمان.
الله أعلم، ما وقفت على شرحه أو صحته، الله أعلم. أيوة ما في حاجة اسمه وهابي، دي يعني شبهة أطلقوها الشيعة وأهل الطرق وعباد القبور، أطلقوها في أهل الحق. أي زول يدعو للتوحيد يقول لي أنت شنو وهابي، أي زول يقول الله واحد وما تستغيثوا بغير الله وما تتوكلوا على غير الله يقول لك ده وهابي. لا ده ضعيف، حديث رمضان أول رحمة أوسط مغفرة وآخر عتق من النيران وكذا، حديث ضعيف. بيقولوا الوعاظ والخطباء وما عارفين الحاصل فيه، صوم وتصح ده برضو ما حديث صحيح. طيب الشيخ نفس المسألة دي، ذاتها مسألة حديث ضعيف وصحيح وحسن، في كثير من الناس من بيفهم من الموضوع ده موضوع على بيقول لك ده ما ده كلام الوهابية، انت شنو جينك حديث ضعيف وصحيح وصحيح؟ فدايرين نعرف هل المسألة دي مسألة الحديث الضعيف والصحيح هل انفردوا بها السلفيين في هذا العصر؟ والله قبليهم كان في علماء في نفس الباب ده. تضعيف الأحاديث وتصحيحها ده علم، وهو أدق علم على وجه الأرض، يعني أدق علم مصنف على وجه الأرض، وعلم الرواية والجرح والتعديل وعلم الدراية، فده علم موجود منذ قديم الزمان، ما هسه الآن ولا جبناه نحن، موجود في كبار الأئمة، الإمام البخاري والإمام النسائي والإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام يحيى بن معين والإمام سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وغير من الأول، الإمام الذهبي وغير من الأئمة. نعم. ما يجوز الإنسان يخالف الشرع ويخالف المسلمين وما يصوم مع المسلمين. في ناس الواحد يقول لا شوف بعيني براي، ما صحيح. ربنا من قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ما معناته لازم أي زول يشوف، لأنه لو قلنا كده للازم أن نقول إن العميان أو الكفيف البصر ليس عليه شنو صيام، لأنه لا يرى الهلال، وهذا لم يقل به أحد من العقلاء فضلا عن العلماء. فالصواب ما فسرته وشرحته السنة، إن عبد الله بن عمر قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. عبد الله بن عمر واحد بشاب الهلال، كلم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صام وأمر المسلمين كل مصوم. نعم. الحاكم يا تو ده ما زول ساي صام براه، ده ما حاكم ولا كيف؟ لا الشيخ الآن مثلا كده خليك كم سؤال. لا شهر ما طلع، شهر رأوا الصيام صحيح يوم الخميس، وشهر شافوا الناس شافوا يوم الأربع بالليل، ما هو ده معناته بكرة الصيام، ما صوب الشاف قبل يوم، يعني إذا شاف الليل الميزة معناته بكرة الصيام، فده دليل على إنه كان صحيح. أول إنسان رأى الهلال يكلم الجهة الحكومية وبتقبل منه إذا كان زول معروف بالصدق والديانة وزول مسلم وعاقل وكذا، فبيصدقوه بيصوموا الناس عليه. نعم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. الأكل يا جماعة الإنسان ما يدفقه،
وإنما يطعم به الفقراء والمساكين. يعني إنسان يعود المرأة في البيت ويعود عياله إنه لو الأكل زاد أو حتى لو ما زاد يكسب منه لشنا يا جماعة الفقراء والمساكين. ودائما الإنسان يتصدق من الشيء اللي بيحبه، ما يتصدق في الغاية يعني يتعمد يتصدق بالأشياء السيئة الرديئة. ربنا قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. فزول ما ينفق الخبيث، إنما ينفق ما يحب من الطيب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم. عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن يتصدق كان ينظر إلى أحب ثيابه إليه فيتصدق بأحبها. يعني الآن لو دار صدق جيب الجلاليب، شوف أكثر جلابية غالية، أكثر واحدة غالية والسمحة. إذا دار البر تنال البر تصدق بأسمى حاجة، وفي الأكل برضو تصدق بأحسن أكل عندك، ده إذا دار تنال المرتبة العليا. نعم. كتب عليكم الصيام. بعض الناس في رمضان، البدع طبعا بتكتر في رمضان وبتكتر في الجنائز في الجنازة، وبعدين يقول لك صلى على النبي صلى على النبي ارفع فوق نزل، كله ده بدع ساكت. وبعدين يكونوا شايلين الجنازة من البيت، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما ده من البدع. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا طلعوا الجنازة بيقول يهلل أو يكبر، مع أنه التهليل من الدين، لكن ده ما محله هنا. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله هنا، خلاص. كذلك في رمضان بالذات في أئمة، واحد تلقوا الدول خلوا حفظ قرآن لكن ما فاهم معنى كلمة واحدة من القرآن، بس شايل وساي وماشي، شايل وساي كمثل الحمار يحمل أسفارا، جزاته اللي بيجيب البدع. شفته ذلك يقوم الناس التراويح يقرأ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أو بين الركعات الأربعة أو يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام الآية، ده ما صحيح. كل الإنسان يقرأ في هذه المواطن الآية عشان يقوم الناس، ما فعل ذلك رسول الله ولا أصحابه رضي الله عنهم. وحدين بين الركعات برضو يقرأ قولوا الله أحد الله صمد، الجامع كله، ده ما بيجوز. أو الفلق أو الناس، ما ده ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحلاق أن يحلقوا فوق يعملوا شعر وتعي الصلعة أو العكس، دي من التشبه بالكفار. والرسول عليه الصلاة والسلام حرم التشبه بالكفار وقال ومن تشبه بقوم فهو منهم. سؤال ورد بين النساء، قال قراءة القرآن في حلقة، إذا كان حلقة بيقروا بصوت واحد صوت واحد كلهم مع بعض دي بدعة بدعة. أما إذا كان كل زول بيقرأ شوية أو جزء أو كذا، العلماء قالوا جائزة لكن تكون بغرض شنو؟ المدارسة وتصحيح التلاوة والتحفيظ أو تفسير القرآن أو الوقوف عند الآيات تحت الأحكام أو التنشيط أو كذا، كما ذكر ذلك الشيخ العثيمين. قال في السحور انت ما فهمت السؤال الثاني. السؤال الثالث بالنسبة لسجدة القرآن، سجود التلاوة الإنسان هي السجود مستحب، لأنه إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فأبيته فلم أسجد، فالشيطان يبكي. فالإنسان أفضل له يسجد في التلاوة إذا مر بآية سجدة، سواء كان في التلاوة من المصحف خارج الصلاة أو كان داخل الصلاة. طيب الدعاء، الدعاء داخل السجدة في دعاء معقول؟ الشيخ بن باز قال إذا كان السجود داخل الصلاة، الإمام مر بآية فيها سجدة وسجد والجماعة سجدوا، أنت بتقول شنو في سجود التلاوة؟ قال تقول
العلماء والشيخ ابن باز غيره قالوا تقول سجد وجهي للذي فطر وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. ممكن تقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. سجد وجهي للذي فطره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. سؤال تقول في بنات بتوضوا في الجامع إذا كان محل الوضوء والوضاية بتاعت النساء ما بيراها الرجال مستورة فيها سترة أو مفصولة فما في بأس أن يتوضوا في الجامع النساء والبنات، لكن طبعا إذا كان في محل الرجال ما يجوز، أو إذا كان في محل مكشوف المارين في الشارع من الرجال بيشوفوا المرأة فاتحة يدينها بتتوضأ ووشها وكرعينها وكذا ما يجوز، لا يجوز هذا، تتوضأ في بيتها وتجي.